اليوم نروح إلى مديرية المرور العامة، حيث نقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي إحصائية تسجيلية تسجل بهذا اليوم مخالفات في بغداد في يوم واحد في المحافظات العراقية، فوصلت الإحصائية إلى أكثر من 14,000 مخالفة تم تسجيلها. يعني 14,000 مخالفة كلش هواية، نفس الوقت بهذا العام كثير من الحوادث التي حصلت ببغداد وباقي المحافظات. نشوف المركز الوطني للإعلام الإلكتروني، هنا العراق، وكالة هنا العراق أعلنت مديرية المرور العامة عن رصد 14,000 مخالفة مرورية في العراق خلال يوم واحد. وقالت المرور في بيان إنها حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبإشراف من قبل اللواء طارق إسماعيل مدير المرور، فقد كثفت مديرية المرور العامة من جهودها، وأضافت إذ تمكنت مفارزها المنتشرة في بغداد والمحافظات يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الحالي من رصد نحو 14,000 مخالفة متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. مصدر الخبر مثل ما تشوفون، عفوا، يعني 14,000 حالة رقم كلش كبير. وأيضا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر ونقلته عن مديرية المرور العامة، ونشاهد أيضا المفارز متواجدة في بغداد وباقي المحافظات من أجل رصد هذه المخالفات. اليوم احنا نعرف، كنا نعرف، اليوم أنا سائق من أطلع بالشارع، يعني شلون أحصن نفسي؟ يعني المواضيع اللي هي أنه إجازة السوق، حزام الأمان والمثلث والطفاية، وأيضا العلبة اللي هي تكون بها المستلزمات الطبية السريعة. بالتالي أنه إحنا اليوم نريد حفاظا على أرواحنا وأيضا حفاظا على أرواحكم، تواجدت دوريات المرور بهذا اليوم ورصدت هذه المخالفات. يعني إن شاء الله نمل بالأيام القادمة أن تقل هذه نسب المخالفات، وإن شاء الله ما نشوف أي مخالفة ببغداد وباقي المحافظات.